نتطرق إلى موضوع جديد وهو دالة الإكسبونيشال. دالة الإكسبونيشال ناخذ عليها تعريف: The exponential function y يساوي e x p of x باعو، أو نمزلها e x is the inverse، هي المعكوس of the natural logarithm function، يعني e x هي لين inverse لل x. هذا مختصر الحكي، e x يساوي لين inverse لل x. نجي على الريمارك. دائما اول ما ناخذ اي داله نعرف الدومين والرينج. عرفنا احنا دومين اللين كانت على الار، والرينج مالت الدومين كان ار موجب، يعني هو كان الرسم بس باتجاه الاكس الموجب، والرينج مالتها كان على كل الار. بينما هنا الدومين شوفوا بالعكس الانفيرس، فدومين الاكسبونشال كل الار، بينما الرينج مالتها بس الار الموجبه. واكو هاي خاصيه اي للصفر يساوي واحد، هاي ثابته، ولين اي للاكس يساوي لين، من يجي اللين ويا الاي الاس كله ينزل وحده راسا، كانه وحده تروح ويا الاخرى، ويبقى بس الاي يبقى بس الاكس، واي لين الاكس يبقى بس الاكس. شوفوا هاي شيء ثابت. نجي نحكي على الرسم مالته. شوفوا هنا الرسم الاكسات، المحور هذا مو محور الاكسات، هذا محور اكس اكسس وهذا محور الواي اكسس. الاكس ماخذ شنو الرسم مالته؟ على طول محور يمنى ويسرى، اليمين الموجب واليسار السالب، فاذا الدومين عندي صار كل الار. بينما الواي، الواي وين الرسم موجود؟ موجود على فوق وجوه؟ لا، موجود بس بالجزء الاعلى، اذا الرينج مالتها بس بالجزء الموجب. ناخذ قوانين الاكسبونينشال. قايل اي سالب اكس كأنه فهو واحد على اي اكس، كأنه فشي مرفوع القوة سالبة ينزل جوه. الجمع يتحول ضرب، الجمع يتحول ضرب، هناك لن الضرب يتحول لن جمع على عكس، ولن الطرح يتحول قسمة. اسه لن اي تو قلنا راح ينزل لن رأسا الاثنين، لن اي ساين اكس ينزل رأسا، ما بدون هذا رأسا مباشرة، لن اي فايف اي لين القسمة، لين القسمة لين فت قسمة، هذا اعتبره واي وهذا اكس، فلين المقام ناقص لين البسط ناقص لين المقام. نجي نحل واحد واحد. لين الاي تو للاكس اثنين اكس راح ينزل، هذا لين ويا الاي تروح فيبقى بس اثنين اكس، ناقص لين الثابت الى فت قيمة محددة.